تحية بحجم الثورة لكل نساء وصبايا سوريا. ما في كلمات توفي حق المرأة السورية وكل شيء عملته لحد الآن وعم تعمله. بس بدي قلها إنه كل شيء عملتيه عظيم، من الإغاثة للإسعاف للمشاركة بالمظاهرات إلخ إلخ، ورح يكون عظيم أكتر لما بتطلعي من الظل وتكوني شريكة بصناعة القرار وبصناعة مستقبل سوريا.